بين جامعة محمد الخامس بالرباط والمؤسسة الوطنية للمتاحف تم اليوم التوقيع على اتفاقية شراكة سيتم بموجبها خلق مجموعة من التخصصات داخل الجامعة في مجال الرسم والأنشطة المرتبطة بعلم المتاحف. وفاء اليعقوبي ومحمد تونينا. علوم وفنون المتاحف وجدت لها موطئ قدم داخل فضاءات الجامعة بموجب هذه الاتفاقية. من جهتهم موظفو المؤسسة الوطنية للمتاحف سيستفيدون من التكوين والتكوين المستمر وتطوير البحث في مجال علم المتاحف. هذا الكرسي غادي يكون ممركز في كلية العلوم الإنسانية والأدب، وغادي تكون شراكة مع المتاحف الفرنسية لوضع برنامج جد غني ومهم في ميادين المتاحف، ميوزيولوجي، سينوغرافي، واحد العدد ديال الاختصاصات اللي اليوم ما عندناش في الجامعه. كاين لا سينوغرافي، هذه لا سينوغرافي سي امبورطون سينوغرافيا. كاين لا لار مودرن، كيفاش غادي يفهموا كيفاش الفن المعاصر. كاين حتى هو لا كاين سميتو من بعد الفن المعاصر، كاين كيفاش يتصايب واحد المعرض، كيفاش ناخذوا غير اللوحات ولا لي زوبجي اللي غادي يجيو، كيفاش تحيدوا من لي كاس نتاعهم ويتحطوا هادو، خص الناس اللي غادي يكونوا سبيسياليست فيهم. ستساهم هذه الاتفاقية في إذكاء الوعي بأهمية وظائف علم المتاحف لدى الشباب، علاوة على خلق إشعاع فني واجتماعي للجامعة.